إضافة إلى ذلك نقول احنا مصاريف النقل. ونبقى مع الأسواق، حيث طلب عدد من التجار بالسوق المحلية وسط مدينة بريان بولاية غردايا بضرورة تحويلهم إلى السوق المغطاة الموجودة بالجوار بسبب الوضعية المزرية للمكان المتواجدين فيها، ما يعرض سلعهم للغبار المنتشر في المكان والأوساخ وينفر الزبائن من محلاتهم. عاصم بخاري والتفاصيل. رانا في بلاصه ماشي مليحه، رانا على الطريق والسلعه نتاعنا تفسد، والسلعه اللي نعرضوها هنا شوف السمش، ورانا الغبار في الصيف ومادا بينا يعطونا سوق مغطاه. رانا مريقلين الكواطر نتاعنا بالرجيس، مادا بينا يعطونا كيما السوق المغطاه كيما البارك هنا، رانا مخدمين السوق هنا، وراك تشوف هنا السلعه نتاعنا تخسر، هنا المياه القادره على بالك السلعه حاشاك زيكو راهي السلعه نتاعنا تفسد. الطريق هنايا عندنا 400 متر على الطريق ولا ما كانش، والضيق ناسيونال والضيق لابو براهامين الشعبين الريقه الريسك راه ماتنا هذيك نهار واحد، ديروا لنا السوق المغطاة هذا راه من 2008 السوق ما شفنا حتى حي. وفي نفس السياق احتج عشرات التجار الفوضويين ببلدية تبسة بسبب التأخر في الإعلان عن قائمة المستفيدين من المحلات والفضاءات التجارية التي تم استحداثها بعد ترحيلهم من الساحات العمومية والأرصفة قبل أكثر من سنة، وقد تسبب المحتجون في تعطيل حركة العمل في البلدية نهائيا بعد منعهم لدخول المواطنين. ميكروفون سالم دريد. ننصب في الحي اللي راني ساكن فيه واحد لمده 13 سنه، وراني نستنى في هذه اللجنه هذه باش تخرج لنا الاسامي، ما حبوش يخرجونا الاسامي هذه تاع التجار المحترفين هذوما اللي غير شرعيين. انا كنت مستفيد قبل محل نتاع بوتفليقه التجاره الشرعيه تاع الحرفيين، واذا به تفاجئنا بنزع المحلات. الناس ياسر كان عندها برشا محلات، هدوهم ان هنا يوعدوا فينا بالتعويض، التعويض رايحين جايين سمانه شهر ثلاثة شهر، فات قريب العام درك ننتظروا في التعويض مشنا وحدنا. مي درك الحل نتاعنا لازم يرجعوا لنا حوانيتنا. داروا القرعه ما همش مش مداروا، مي داروها لتحت لتحت، نحن قلنا لهم علقونا القرعه خلينا نثبتوا طرح شكون اللي الدولي ما داش، ما كانش ما بانتش. وردا على انشغال التجار قال أحمد خليفي رئيس مصلحة أملاك البلدية نيابة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي كان غائبا أنه تم إحصاء 470 تاجرا غير شرعي منذ سنة 2011، وبعد التحقق تبين أن 70 منهم استفادوا في وقت سابق بينما تجري العملية في ظروف عادية، وأن المحلات توزع عبر مراحل. وجود حوالي 70 شخص مستفيد تم إحصائهم من القائمة. ثانيا تم استدعاء 400، حضروا منهم حوالي 200 باك اللي جاو. اول قرعه درنا وزعنا 101 محل في الباتيجاك، استفادوا منها الاحصاء تاع 2011 زائد مجموعه من 2012. 27 مربع بسوق 4 مارس للخضر والفواكه. القرعه الثانيه وزعنا 57 محل ذا الطابع المهني والحرفي. القرعه الرابعه هذه رانا درنا حوالي اكثر من 300 محل. حققت شعبة الطماطم الصناعية هذا الموسم قفزة نوعية في الإنتاج، مما أغرق السوق المحلية في ولاية الطارف بالمحصول الذي جلب أيضا تجار الجملة من ولاية مجاورة. وتعد بلدية شيحاني أهم هذه المناطق المنتجة، إلى أن غياب اليد العاملة في جني المحصول تهدد بخطر التلف، كما تعجز المصانع الأربعة بالولاية على استيعاب المحصول، بالإضافة إلى مطالبة الفلاحين بضرورة الإسراع في تمكينهم من آلات حديثة للجني. تمكنت العديد من بلديات ولاية ميلا في إطار العملية التضامنية مع المواطنين من توزيع 2071 قفة لفائدة العائلات المعوزة، على خلاف السنة الماضية التي شهدت عجزا وفشلا كبيرا في تسيير القفة. ميكروفون سفيان بوعون. العملية التضامنية لشهر رمضان المعظم لسنة 2013 تم رصد مبلغ 146 مليون و 203 ألف دينار جزائري بالنسبة لولاية ميلا ليقدم كإعانات إلى العائلات المعوزة. هذا المبلغ سيمس في شكل قفف أو في شكل إعانات مالية 21835 عائلة معوزة اللي تم إحصائها، مع العلم أنه يرتفع
يوصل الى نوصلوا الاهداف اللي نوصلوها هي 41,819 عائله معوزه يعني بما فيها ضعيفي المداخيل. أقدم الثلاثاء العشرات من عمال شركة ليكا المختصة في بناء الجسور العملاقة بعنابة على الاحتجاج ومنع موظفي إدارة الشركة الإسباني من الدخول إلى الشركة بعد تماطل إدارة المؤسسة في تجسيد مطالب عمالية وتجاهل الحوار. هذا وقد سبق لعمال الشركة القيام بحركة احتجاجية سابقة، لكن ككل مرة تتجاهل الإدارة مطالب العمال. هشام قاسمي نقل المشاهد والتصريحات التالية. حابين السوسيالتي تاعنا يدخلوا هنا في مشاكل واحده اخرى، وديته منا وديته منا، واحنا مدينه حتى شيء من عندهم. حابين الناس هذوما لا اله الله محمد رسول الله، انا كرهنا منهم، يلا مار منهم. السلطات كلها صارفت بالحقوق تاعنا، المفتشيه صارفت بالحق تاعنا، الشرطه صارفت بالحق تاعنا، هما مش محبين يصارفوا، ما باليش اللي حابين يكملوها. وفي الجلفة اعتصم أمام مديرية النشاط الاجتماعي عدد من عمال المراكز المختصة لقطاع التضامن الاجتماعي بعد إصدار الإدارة لقرارات تعسفية حسبهم في حق العمال، وقد طالب المحتجون بالإنصات لهم وصب مستحقاتهم المجمدة منذ سنوات. ميكروفون صادق شريط. رغم أننا مدينا يدينا للحوار وتنازلنا عدة مرات في سبيل معناها أننا نلطف الجو الاجتماعي و أن نخلي المرفق العمومي يسير في جو حسن، ولكن مع الأسف أن المسؤولين لم يكونوا في المستوى في مستوى طلعات العمال. وهنا مجموعة من المطالب، الحد من التعسف بعض الأمراء بالصرف، مثل الصيام في جلفة، مثل الصيام في وسارع، رفع الحقرة والتهميش وتحسين المعاملة، حفظ كرامة عمال الموظفين، صب المبالغ العالقة، المبالغ المالية العالقة. للأسف الشديد عندنا في المركز عندنا زوج مدراء، مدير مكلف وامر بالصرف، ما عرفناش احنا وشكون اللي رانا تابعين ليه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه تسيير تاع الامر بالصرف للأسف الشديد طفيلي. يواجه العديد من المواطنين القاطنين ببعض الأحياء الحضرية بأضرار خلال السنوات الأخيرة من ظاهرة تربية الحيوانات داخل الأحياء والمنازل بشكل ملفت للانتباه، ما يهدد بمخاطر صحية تنتج عن الروائح الكريهة المنتشرة في المكان. وكان بعض السكان قد اشتكوا من إصابتهم ببعض الأمراض على غرار أمراض العيون وأمراض ضيق التنفس. اليمين بالعلمي عاد بالتالي. احنا عندنا مشكل تاع الحيوان هذو، رانا من 94 ملي سكننا هنا في الحياضه، راه شوف على بالك ما تكش دير شجره ولا دير قدام دارك ولا تغرس حاجه ولا. وبهذا مشاهدينا نصل الى ختام النشره المحليه، رمضان كريم.